سبورتس في كل مكان. معانا كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني. كابتن ضياء بنقول لك مبروك، بالتاكيد تعرضتوا لضغوط كبيره جدا قبل المباراه، خصم قوي بحجم كوت ديفوار ان احنا نقدر نتخطاه، فاحنا دلوقتي في دور الثمانيه، عاوزين نطمن الشعب المصري ان احنا باذن الله قادرين على الفوز بالبطوله. طبعا انا بشكرك يا حسن، عايز اقول لك احنا حاسين بيهم وحاسين بالناس، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. النهارده ماتش كويس، 120 دقيقه، اللعيبه اشتغلت كلها على قلب رجل واحد، الصغيرين معانا، مدرب كبير جدا، مدرب فاهم بيعمل ايه، مدرب يعني عنده خبرات سنين. انا عارف ان في ناس مضغوطه وعايزه مكسب سريع سريع، الراجل خدوا بالكم بقاله 3 شهور ودخل عناصر جديده جدا، زي ما صلاح قال كده امبارح، معانا منعم، معانا عمر كمال، معانا رمضان، معانا لعيبه كتير صغيره، وشكل التيم كويس ان شاء الله. يعني مكسب النهارده نقول الحمد لله، ونبتدي نفكر في اللي جاي ان شاء الله. دي واضح ان انتوا اتعاملتوا بشكل نفسي جيد جدا مع اللعيبه عشان تجهزهم للمباراه القويه دي. شفنا النهارده اللعيبه بتطلع ال 100% بتاعتها عشان تسعد الشعب المصري، عملتوا ايه النهارده كجهاز فني عشان تخلوا اللعيبه بالروح دي؟ عملنا اللي الطبيعي يتعمل في الاوقات اللي زي دي، زي ما بقول لك معانا كوتش كبير قادر يتعامل نفسيا مع اللعيبه، واحنا كجهاز مصري شوقي ليه دور كبير جدا، وائل جمعه ليه دور كبير جدا، عصام الحضري ليه دور كبير جدا. مش عايز اضخم لان احنا لسه في وسط المجموعات، مش عايز اضخم لكننا احنا في الفاينل، لا عايز نعتبر رجعت لنا الثقه من الجمهور ومن الناس اللي في مصر، لكن نبقى على قد المكسب، على قد المكسب، علشان احنا عندنا ماتشات صعبه جايه، محتاجين ان اللعيبه تبقى في نفس المود. يعني اسالك عن الاستعداد ان شاء الله لمباراه المغرب المرتقبه، احنا الاثنين بنلعب كره قريبه من بعض، هتقولوا ايه للعيبه والتعليمات هتكون حسن؟ يا حسن الاستعداد ايه النهارده؟ نفرح ومن بكره الاستعداد ان شاء الله. مبروك يا كابتن، اشكرك. ان شاء الله فرحنا كلنا النهارده باذن الله، ومن بكره نستعد للقاء القادم مع الاشقاء طبعا المنتخب المغربي يوم الأحد الساعة 5 مساء. لقاء آخر مع المحترم اللواء محمد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة طبعا ورئيس البعثة. أعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، معانا سيادة اللواء مشهور رئيس بعثة منتخبنا الوطني. مبروك سيادة اللواء. ألف مبروك، ومبروك لشعب مصر، ومش عارف أشكر الرجالة دي إزاي. من أول 7 أيام كل يوم بيأكدوا لي ان هم ان شاء الله هيجتازوا الماتش ده، ان شاء الله مباراة قادمة، ان شاء الله الولاد دول بيوعدوا ان يحضروا الكاس، وانا بهدي الفوز ده لأكرم توفيق ولشعب مصر كله والولاد الرجالة دول، حاجة تشرف، جيل عظيم ان شاء الله يحقق لمصر طموحاتها، وألف شكر، وألف شكر للجماهير اللي جت تساند، والف شكر للاعلام اللي بيساند منتخب مصر، وما عنديش كلام اكتر اقوله ان هي دي مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. بالتاكيد كلنا اعلام، شعب مصري، جمهور مصري ورا منتخبنا الوطني، وان شاء الله نرجع من الكاميرون للقاهره حاملين الكاس. شايف جلسات مستمره من حضرتك كرئيس بعثه والجهاز الفني مع اللعيبه عشان تنقلوا لهم رغبه الشعب المصري وحلمهم بالعوده بالبطوله ان شاء الله. صدقني مهما بنقعد مع الولاد، الولاد دول عندهم عزيمة، يعني ما حدث في ماتش نيجيريا، صفحة واتقفلت، الولاد من تاني يوم الماتش تعهدوا وقدوا وكسبوا غينيا وكسبوا السودان، النهاردة بيكسبوا كوت ديفوار، وإن شاء الله هيواصلوا المسيرة، ودول عهدهم، ودول بيعهدوا شعب مصر إن دول ولادك اللي هيقعوا البطولة إن شاء الله. النهارده شفنا لعبتنا خلال المباراه، المنتخب الايفواري كان كشش مننا وخايف من اسمنا وخايف من تيشيرت منتخبنا الوطني، عشان كده لعبتنا النهارده سيطرت على المباراه وكان ليها الكلمه العليا في المباراه، لكن بالتاكيد الجلسات الفنيه والنفسيه كان ليها دور كبير. لا لا انا بشكر، نسيت اقول، بشكر الجهاز الفني اللي عدى اللعيبه ديت واداهم الثقه في نفسهم ونزلوا المباراه وكلهم ثقه، يمكن من اول دقيقه في الماتش وانت تحس ان منتخب مصر هو اللي راكب المباراه، والحمد لله يعني الولاد كانوا عد المسؤوليه، وان شاء الله ربنا يوفقهم.